مبروك والنشر جويا، نرجوكم في لاماتينا نسمة لاي في سوجي اليوم. اليوم يلتحق بنا بالبلاتو، يرجعنا للبلاتو، النهوض بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين. نحكي ونمدوكم مجموعة من نصايح مربوطة بضرب الصغيرات لغاية تأديبهم. هذا ما هوش تأديب لكن عنده مخاطر بالجملة وأرقام مفزعة في العالم، ونحكي على أضرار نفسية كبيرة للصغير. سي نجيب مرحبا بك، صباح الخير. وبيك يا عشك. مرحبا. قبل ما نبدأ في الحوار معك خلينا نتابع تقريرنا اليوم. عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على ضربة لتربية الأطفال داخل الأسرة، خاصة كي نلقاو اللي الأرقام مفزعة في هذه المسألة. ف 75% من الناس اللي أولادهم بين العامين وأربع سنين يشوفوا اللي الضارب أنجع وسيلة للتربية، ونلقاو هذه العقلية حتى في الأسر المثقفة. بالنسبة لمنظمة اليونيسف في نوفمبر 2017 خرجت دراسة تقول فيها إنه طفل كل خمس دقائق قاعدين يموتوا في العالم بسبب الضارب داخل المنزل. وبالنسبة للقانون ف 600 مليون طفل حول العالم ما يحميهمش من الضرب. أما عن أنواع الضرب فهي متعدة والكلها مخطرة، فنلقاو 6 على 10 أطفال يضربوا إما على رأسهم وإلا على مؤخرتهم. فبالنسبة للأطفال يضربوا على الوجه أو الرأس نجموا نمسوا قرابة 300 أو 400 خلية عصبية عندهم، وهذا عنده تأثير سلبي على إدراكهم في المستقبل. أما بالنسبة للأطفال اللي يضربوا على المؤخرة أو يضربوا على اليدين فمنهم بين 6 أو 7% يتعرضوا إلى حالات عصبية في الكبر. ونظرا لخطورة هذه المسألة فإن قرابة 2 ملايين طفل مهددين بالوفاة حول العالم قبل موفى 2030. أولى الدول اللي تعتمد الضرب في تربيتها في المرتبة الأولى مصر، ثم تونس، ثم فلسطين. وبما أنه تونس جي في المرتبة الثانية خرجنا للشارع وشفنا الناس ورايهم في الموضوع. الولد ما يضربش، ما عمري ما نضرب صغير، عليه نضربه بسيك هو مازال ما يعرف شيء مليك. ساعات لازم تخوف الصغير، خاطر الصغير ما ثم حوايج ما نعرفش يعملهم بتاع مخترة، لازمك تخوفه. أما الضرب ضربه بتاع واحد بتاع سقوط ضرب خفيف، علينا نضربه. مش باهي تضرب صغيرك، تحكي معاه وتفهمه والكل خير. كيف ما كنتوا تسمعوا معظم الناس اللي سألناهم ضد الضرب، لكن فما شكون آخر يفطر لهذه المسألة في التربية. بالنسبة للنتائج فهي واحدة في العالم الكل، سواء كنا مع الضرب أو ضده. بما أنه صغير اللي تضرب يزيد عنده العناء ويكون عنده روح الفشل نظرا للإهانة اللي يتعرض لها، إضافة للكره والحقد اللي يجم يمس حتى الوالدين متاعه، إضافة إلى الخجل والانطواء، من غير ما ننساو الكذب والنفاق وانعدام الثقة في النفس. شنو هي الحلول البديلة وكيفاش يجم الولي يربي صغيره من غير ما يضربه ويوصل لنتيجة جيدة؟ فما أولياء يقولوا لي ما عنديش بديل، خاصة بالستريس اليومي والترانسبور وغلاء المعيشة، يوصل للدار على أعصابه وما يلقاش كيفاش يسكت ولده وإلا كيفاش يسيطر عليه. وفما ناس أخرين زادت تعاني من البطالة وهوني يكون عندهم ستريس أكبر. نجم قولوا لهم اللي فما حلول بسيطة، أولها الحوار وتحاول تعاقبه لكن عقاب معنوي، أي تحرموا من الصور المتحركة، تحرموا من الماكلة اللي يحبها، وتحرموا من الخروج. أما إذا كان توتر الولي وتشنج بصفة كبيرة، خاصة كي نبدأوا في محلات البرة وإلا مع ناس، فهو يبعد عليه، وإذا كان في المنزل يحطه في غرفة أخرى، ووقت اللي يهدى يعاود يرجع يحكي معه وتحل المسألة. وبالنسبة للناس اللي عندهم أمثلة متاع والديهم وإلا حد من العائلة تضرب وكان ناجح في المجتمع متاعه وإلا نتائجه متميزة، نقولوا لهم اللي الوقت تبدل، مش نفس الظروف ولا نفس الوقت، وطفل البارح ما هوش طفل اليوم. شكرا كبير ليك عفاف مليك على التقرير هذا اللي جيت فيه على الجوانب الكل. احنا نرجع من الجانب النفسي، لكن باش نحكيو مقاربه سوسيولوجيه جدا، لانه ما نجموش نحكيو على تاثير نفسي من غير ما نحكيو في سياق عام سوسيولوجي. هلا بلكشي نحن يلزمنا نتذكر اللي كونه من 1980 تقريبا المجتمع التونسي قاعد يتغير. قبل كان رجل والمرأة يعرسوا سواء تكلي على خاطر تعرفوا على بعضهم في الجامعة ولا في الخدمة ويحبوا بعضهم وحاولوا يشكلوا يكونوا أسرة. البعض لربما ما يعرفوش بعضهم، أما العائلة تعرف بعضهم. زواج تقليد. عرسوا لهم. في كلا الحالتين المحبة هي اللي تربط الزوجين وهي أساس اللي تتبنى عليه العائلة. من 1980 ولينا نحتلوا المرتبة الرابعة في الطلاق في العالم. دونك المحبة
العاطفه في حد ذاتها ماهيش السيمان اللازم اللي يخلي العائله تشد بعضها. وبشويه بشويه ولينا من كي تسال العائلات اللي فيها برشا خلافات ما بين الزوجين تقول له انت علاش مازلتوا ما بينات بعضكم ما زلتوا قاعدين مع بعضكم؟ يقول لك خاطر الصغار. دونك بشويه بشويه ما عادش اللحمه والمحبه اللي طول الوقت تجم تتحول العشره هي الرابط ما بين الرجل والمراه ولو الصغار. ما نطلقش على خاطر الصغار باش ما اثرش على الصغار. دونك الصغار ولاو هما الاسس اللي تتبنى عليهم العائله. دونك فما تغيير. من ناحيه اخرى نحن معناتها ما تنساش اللي 2011 صارت الثوره. وصارت الثوره على خاطر نعتبره اللي كان النظام السابق كان فيه برشا ديكتاتوريه، كان فيه برشا استبداد، كان فيه برشا عنف مسلط، كان فيه برشا سلطه. كل ما والثوره صارت باش نحيو الشيء هذايا ونبنيو في بقعته الديمقراطيه. اللي يقول ديمقراطيه يقول مساواه ما بين الجميع، فهمت؟ ما فماش شكون يقرر ويفرض رايه ويفرض سلطته على الاخرين. بالضبط. وهذا نشوفوه معناتها نشوفوه في برشا مجالات. ما نستغربش كي نشوفوا الثوره على راس المال تلقى معناتها صاحب المؤسسه يطردوه الخدمه نتاعو ديجاج. ثوره على كل ما يشكل السلطه الفكريه. ما نستغربش كي نشوفوا واحد من البرلمانيين يقول للوزيره هز الكلاسورات نتاعك والكرارس نتاعك وارجع اقرا. وما نستغربش زاده اللي كونه ولات عندنا رفض للسلطة القانون. هذاك علاش ما تستغربش كي تبدا متعدي وتشوف ناس تحرق الضوء ما يقلقش. هذايا في النطاق العام. في النطاق الضيق شنو اللي يصير؟ يصير اللي البو والام ديجا عندهم فكره اللي كونه ما السلطه الابويه مصدر ازعاج على خاطر ذكرنا بالتسلط، ذكرنا بالديكتاتوريه، ونحن هذا الشيء الكل ما نحبوش. ما تنسيش اللي من السلطه الابويه ولينا سلطة البو والأم، السلطة المشتركة ما بين البو والأم. ما تنساش زادة اللي كونه بحكم اللي كونه الأساس متاع العائلة ولا الطفل الصغير، ولينا نحن ما نحبوش نقولوا لا لأولادنا على خاطر نحبوهم يقعدوا ديما يحبونا. فهمت؟ لعل وعسى بالكشي إذا وقعت خلافات داخل العائلة ينحازوا الطرف حكاكة يجيوا معانا. أي تقول لي أنت السلطة الأبوية وسلطة البو والأم منين تجي؟ هي تتبنى بشوية بشوية من الصغرى. تتبنى من الصغرى وقتاش؟ وقت الطفل يبدأ ما بين عام ونص وثلاثة سنين. ما بين عام ونص وثلاثة سنين يبدأ يتعلم يتكلم، يقول بابا ماما، ويقول زادة من أول الكلمات اللي يقولها لا. وقتاش الطفل الصغير يستعمل كلمة لا، يستعملها في حالتين، يستعملها باش يفرض رايو. يعني المشاهدين يجموا يتخيلوا الوضعية هذه. تجي تقول لولدك اشرب الحليب نتاعك، يقول لك لا. دونك انا قاعد يقول انا شخص عندي رغبات، مانيش مستعد باش ان نطبق الرغبات نتاعك. يلزمك تعتبر اللي كوني انا شخص، وبعد ساعات يقول لك انا كبير. دونك هذا سي اون افيرماسيون دو سوا، وقاعد يقول لنا اللي راني شخص، مانيش ان اوجي. نجمو زاد نتخيلوا الوضعيه الثانيه. كي تلقى ام تشوف ولدها صغير باش يهز الكاس وتخاف عليه، تخاف لا يكسره، تقول له ما تهزوش، لا ما تهزوش. الدور هي باش تحل الفريجيدير ولا باش تطيب، يجي الطفل الصغير يمد يده باش يهزه وبعد يقول لا. اللي نفهم من هذايا اللي الطفل الصغير استوعب
المعلومة ولا عنده ضابط ذهني؟ لا. فهمت؟ بعبارة أخرى كوش عليه استوعب اللي متاع أمه ولات اللي متاعه هو. هذايا شنو اللي يصير في العادة؟ نجمو زادة نتخيلوا المشهد هذايا. أنا عندي بنتي قاعد نتفسح أنا وياها في الجردة ونشوفوا في أولاد صغار وبنتي باش تجري وراء الأولاد الصغار تحب تمشي لهم شيء طبيعي في وسط الطريق باش تتلفت لي وكي تتلفت لي باش تغزر لي وباش نقول لها امشي إذا نعتبر اللي ما فماش خطر عليها ولا باش نقول لها إيجا إذا نعتبر اللي كونوا الوضعية فيها نوع من الخطر عليها دونك بنتي باش نغزر لها باش تغزر لي باش نكلمها وباش تسمع كلامي مرات نقول لها لا ومرات نقول لها إيه مرات نقول لها لا ومرات نقول لها إيه بنتي تستانس بشوية بشوية تستوعب فكرة اللي مانيش باش نقول لها ديما إيه ومانيش باش نقول لها ديما لا إذا ما نقولوش لا لأولادنا على خاطر نخافوا لا يوليوا يكرهونا وعلى خاطر قرينا زاد اللي كونوا كونك تقول لا لصغيرك لربما باش يولي نهار اخر كومبلكسي فهمت باش يولد بعض الاضطرابات دونك يلزمني نقول له لا ما يلزمني نقول له ايه باش ما هذا ايش يولد يولد اللي كونه الطفل الصغير نتاعنا يستانس اللي نقول له ايه ديما ايه في الاول تتعدى ما عمل ما يكبر ومازال صغير وصرتو كي يبدا يبرول فينا بنظرات نتاعو بالكلمات اللطيفه نتاعو تكسترا نقولوا له ايه نهار اللي نقولوا له لا مش باش يتقبل مش باش يتقبل خاطر استانس اللي نقولوا له ديما ايه اذا ما عادش يتقبلها ونحن حسينا بالخطر خاطر الامور ولات فالته من 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 بين ايدينا شنو اللي باش نستعمله باش نستعملوا القوه في معظم الحالات باش نستعملوا القوه والقوه شنو القوه اللفظيه والجسديه عند طفل صغير تتعدى كي نوصلوا لمرحله المراهقه تولي برشا خلافات وبرشا صراعات ما بين المراهق واللي يشادد السلطة داخل الأسرة داخل العائلة احنا باوبنا لكم في الإطار هذا باش نعطيكم أمثلة انتم تعيشوهم كل يوم نحكيو برشا أضرار ناتجة عليها معناتها راهو الضرب وتختلف مش كما قبل مش كما توا ثم أضرار جسدية نفسية عقلية دونك ويولي صغير بيدو كي تربيه بالضرب وبالعنف ما تنجم يرجع لك كان العنف سواء في العائلة أو خارج العائلة البرة في الوسط التربوي مثلا ولا في الشارع هو بالحق اللي قاعد تقول فيه ما تنشوفوا نحن أكثر ذكركم اللي 2010 جوان 2010 زين العابدين بن علي خرج قانون يجرم استعمال العنف في تربية الصغار يعني أنت كولي ما عادش عندك الحق تستعمل القوة في تربية صغيرك ونحن من الجمعيات من الناس اللي ما كناش موافقين على القانون هذايا مش موافقين على القانون هذايا برشا ناس استغربت قالت كيفاش انتم ما كنتمش موافقين على القانون هذا مانيش موافقين على القانون هذا علاش على خاطر اذا نحيو التربيه هذه التربيه التقليديه اذا نحيو التربيه التقليديه وما نعوضوهاش بطريقه اخرى في التربيه شنو اللي يصير باش يصير فراغ اذا صار فراغ يولي الولي ما عادش يقوم بدوره كمربي داخل الأسرة يقول لك أنا اختني من بلاه فهمت وهذايا باش يولد برشا اضطرابات ماشي دونك نحن البرنامج نتاعنا قلنا لما لا بشوية نغيروا طريقة التربية داخل المجتمع التونسي وهذا يستدعي مدرسة الأولياء بالكش الناس ما تخولنا معناتها باش نقدم في البرنامج هذا شنو يقول البرنامج؟ البرنامج كيفاش نوصلوا مع الصغار نتاعنا نربيهم ونحطوا الضوابط
في الفكر ما غير ما نستعملوا التربية العنيفة العنيفة اللي فيها ضرب وفيها واحد. كما شفنا في التقرير أنواع العقاب معناتها ما تخل تحرمه من الحاجات اللي حبها ما يخرجش. ماناش مطالبين باش نقولوا إيه لكل شيء. راهو كي نقولوا لا حاجة باهية للصغار نتاعنا. أما نفسروا له علاش. أما يلزمنا نفسروا له علاش. إذا ما فسرنالوش علاش راهو المفهوم ماهوش باش يستوعبه. الضابط النفسي ماهوش باش ياخذ بقعته. الضابط الذهني لأن نعرف الصغير ديما أكثر إنسان يقبل أولا في العمر هذاك معلومات يخزن معلومات ويحب يفهم ديما يسأل الصغير. دونك كي تقول له أنت ليه فسر له خذ من وقتك فسر له علاش وأقنعه لأنه راهو ثم ذكاء عند الصغير. دونك بعديك خاطر ديما يحاسبك حتى يقول لك بابا قلت لي الحاجة هذيك خاطر قلت لي الحاجة هذيك شبيك المرة هذي ما عملتش بها. دونك يحاسب إذا هو صغير من بعد. أي ويقول لك أنا صغير. وأنا صغير. أي ويقول لك الصغار ما تعرفش. ويقول لك إذا أنا ما نعرفش عندي الحق باش نغلط. إذا أنا نغلط وتعاقبني علاش؟ دونك يقعد هو يسأل. فهمت؟ دونك معناتها الصغار عندهم اون سيتان لوجيك ويعجبوني في اللوجيك نتاعهم خاطر سون تري راسيونيل. يمكن نحن المشكلة فينا نحن كبار. دونك نرجع بالنسبة للعنف. العنف إذا نستعملوه كوسيلة للتربية كوسيلة الوحيدة للتربية شي يولد؟ يولد كما شفناه في التقرير برشا اضطرابات نفسية، قلة ثقة في النفس، يا اللي بيك يا اللي عليك شي بهيم يا سخطة وأهل المجر من الكلمات اللي لربما نستعملوها نحن مع صغارنا كي نبدأ متغشين. وإن دلت على شيء دلت اللي كوننا نحن جوزنا الوضع ما وصلناش نسيطروا عليه. وهذا يولد عندنا برشا غش، والغش خرجناه في الألفاظ وبعد ساعات في الضرب. في الضرب. تقول لي مالك كيفاش باش نربي؟ كما قلت أنت بالحوار. نحبك ونموت عليك. نحبك ونموت عليك هذه باس. يعني أنا إذا باش نعاقبك مش على خاطر ما نحبكش. أما ما نحبش التصرف اللي صدر منك. بالضبط على خاطر خاصة عند المراهقين راهو ساعات يتولد عندهم شعور بأنه هو مغترب وما همش والديه وش بهم يكرهوني ويسألك الأسئلة. شيء طبيعي. دونك هذاك علاش نحبك ونموت عليك. نحبك ونموت عليك يعني ما تشككش في محبتي ليك. راني إذا باش نعاقبك مش على خاطر ما نحبكش، إذا باش نعاقبك باش أنت في مخك تسجل المعلومة هذه الشيء اللي عملته ما يلزموش يتعاود. فهمت؟ باش يسجل الشيء هذا باش نعاقبك، والعقوبة تجم تكون نحرمك من مثلا من الخروج من الماكلة هذيك، ما تفرجش في الوقت هذاك في الكرتون نتاعك اللي تحبه مثلا. مثلا تجم تكون أنا معناتها باش نطلب منك باش تقعد في البيت نتاعك. وخاصة في لحظة الغش هذاك كيما عاش فما حوار بيناتكم، دونك باش تهداو الزوز من بعد نطلب منك باش تقعد في البيت نتاعك. مثلا إذا عمره 30 شو قال لك ربع ساعة في البيت نتاعك، وقت اللي تكمل العقوبة تخرج وتجي نفسر لك علاش أنا عاقبتك، نعاود نفسر لك علاش أنا عاقبتك، وتوعدني لكونك ما تعاودش العقوبة هذه. وبالطريقة هذه نوصلوا نحطوا ضوابط في ذهن. إذا ما فماش ضوابط في ذهن شنو اللي يصير؟ باش يصير التطرف. تطرف في مجالين. فهمت؟ إذا ما فماش ضوابط في الذهن كل شيء متاح. صحيح. كل شيء متاح يعني ما تستغربش اللي نسرق نكسر نضرب نهار آخر كي نولي كبير اللي المحرمات الكل تولي. خاطر أنت ما عملتليش ما بنيتليش ضوابط أخلاقية باش نعيش بها من بعد في المجتمع. خليك في دقيقة لكلمة الختام وفي بالي نحبوا ناخذوا آراء العباد في المواضيع اللي نحكي فيها. والله أنا ماذا بيا لو كان المشاهدين للميشن يدخلوا على الفيسبوك يعطونا رأيهم هما. فهمت كيفاش يشوفوا الموضوع هذا حسب تجربتهم. حسب تجربتهم. فهمنا. وأنا واثق اللي كونه نحن عنا الإمكانية معناتها باش نغيروا البلاد متاعنا من الداخل، ويمكن الحاجة الأولى اللي يلزمنا نبدلوها طريقة التربية متاعنا. بالضبط. للصغار. صحيح. يعطيك الصحة، شكرا لك سي نجيب. مشكور. هذا كان سجل اليوم. نمشيو الآن بتذكير بأهم عناوين الأخبار ونرجعوا لكم بعد شوية في صباح الخير لمايك.